عند النظر في السجلات الإجرامية يرى الكثير من الناس العديد من القصص التي تجعلهم يصابون بالخوف والرعب من هؤلاء المجرمين، ولكن على الرغم من ذلك توجد بعض من هذه الجرائم المتعلقة بالأطفال، على الرغم من أن الأطفال هم أكبر رمز ودليل على البراءة. ونحن هنا اليوم في هذا الفيديو سوف نعرض عليكم بعضا من هؤلاء الأطفال الذين تم تصنيفهم على أنهم أخطر أطفال حول العالم بسبب الأعمال الإجرامية التي قاموا بها، والتي تؤكد على الصعوبات التي تعرضوا لها في حياتهم وفي سلوكياتهم من التربية. قبل البدء لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلك كل ما هو جديد. هيا بنا نبدأ. جراهام يونغ، قاتل بريطاني قام بتسميم 3 أفراد حتى الموت، كما أنه أعطى جرعات صغيرة من السم للآخرين. ويعتبر اختيار هذا النوع من القتل واحد من الأشياء والطرق التي كان يتم اتباعها كثيراً في الحضارات القديمة وفي الكثير من عمليات الاغتيال السياسية. وهذا ما حدث في بريطانيا في القرن 20 على يد هذا الشاب الصغير، ولهذا أطلق عليه لقب شاب فنجان الشاي المسموم. ولد في شمال لندن من عام 1947، وقد تعرض إلى الكثير من الصعوبات في حياته، ومن أهمها وفاة والدته وهو لا يزال صغيرا في السن، كما أن والده كان غير مهتم به، وكانت زوجة أبيه لا تهتم هي الأخرى، وهذا ما أثر في سلوكيات الطفل. الغريب أنه عندما كان صغيرا كان يهتم بدرجة غريبة بالسموم، خاصة الأنتيمون الذي يصنف على أنه عنصر معدني يحتوي على الكثير من السموم. وعندما كان يبلغ من العمر 14 عام فقط قام بإعطاء أفراد عائلته جرعة من هذه السموم لملاحظة الأعراض عليهم، وهذا ما قد تسبب في الكثير من الآلام إلى أخته ووالده وزوجة أبيه، كما أن وفاة زوجة أبيه كان واحدا من العوامل التي جعلته يشعر بسعادة كبيرة جدا ويرغب في الاستمرار في هذا الشيء. ثم بعد ذلك اتجه إلى أصدقائه في المدرسة وبعض العمال في المدرسة للقضاء عليهم، وفي عام 1962 تم إلقاء القبض عليه بعد أن اعترف بأنه قام بتسميم الكثير من الناس، وقام أيضا بقتل زوجة أبيه، ولهذا تم وضعه في مصحة نفسية لعلاجه من هذه الأمراض النفسية الغريبة، ويقال إنه قام بتسميم بعض من الذين كانوا معه في هذه المصحة النفسية. وبعد مرور 9 أعوام في عام 1971 تم إطلاق سراحه من المصحة النفسية، ويقال إنه أصبح مؤهلاً نفسياً. وحاول العلماء في إحدى الشركات المسؤولة عن التصوير وفي الفترة ما بين عام 1971 إلى عام 1972 استطاع أن يسمم أكثر من 70 شخص، وفي عام 1972 تم إلقاء القبض عليه بعد أن تم اتهامه بالكثير من القضايا وتم الحكم عليه بالسجن مدى الحياة. إليكسي رومانوف، هذا الطفل الروسي من العائلة الملكية عندما ولد وجد نفسه في الثورة الكبيرة التي كانت تحدث في روسيا في عام 1904. ولد في عام 1904 وكان ابن القيصر نيكولاس الثاني وسارينا ألكسندر، وتم الاحتفال بميلاده في إمبراطورية روسيا بالكامل، وذلك لأنه كان يعتبر الوريث الشرعي لعائلة رومانوف التي حكمت روسيا لأكثر من 300 عام. ولكن تم تشخيص هذا الطفل بأنه مصاب بمرض الهيموفيليا التي تعني سيولة الدم، وهو أحد أمراض الدم الوراثية الناتجة عن نقص أحد عوامل التجلط في الدم، بحيث لا يتخثر دم الشخص المصاب بمرض الهيموفيليا بشكل طبيعي، مما يجعله ينزف لمدة أطول. ويقال إنه ورث هذا المرض عن أمه التي ورثته عن جدته، ويطلق على هذا المرض اسم المرض الملكي لأنه كان منتشر بين أفراد العائلة الملكية في أوروبا. وكان يحاول والديه البحث عن علاجه المناسب له، وذلك لأنه كان يشكو من الكثير من الآلام والأمراض الخطيرة، ولهذا حاولوا التواصل مع الراهب الصوفي ريسبوتين، ولكن كانت تحدث الكثير من المشاكل، وكان يعتقد البعض أنه يتلاعب بأفراد العائلة الملكية لمصالحه الشخصية. وفي هذا الوقت
كانت روسيا تواجه الكثير من الصعوبات بسبب انخفاض المستوى الاقتصادي والكثير من المشاكل العسكرية والخسائر الناتجة عن الحرب العالمية الأولى. وفي عام 1917 تم عمل ثورة للإطاحة بالقيصر من الحكم، وهذا ما جعل هذا الطفل يتعرض إلى الحبس داخل القصر وعدم القدرة على الخروج، على الرغم من كونه من أحد أفراد العائلة الملكية. جوش إيرل باتريك فيليبس، قاتل أمريكي من جاكسونفيل، أدين في يوليو من عام 1999 بقتل مادي كاليفتون البالغة من العمر 8 سنوات عندما كان يبلغ من العمر 14 عاماً، يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة. كانت جريمة القتل موضوع تغطية تلفزيونية وطنية، بما في ذلك فيلم وثائقي على سلسلة 48 ساعة بعنوان لماذا قام جوش بالقتل؟ ويقال إن هذه الجريمة حدثت في نوفمبر من عام 1998 في فلوريدا، حيث يقال أنه قام بقتل هذا الطفل وإخفاء الجثة الخاصة بها أسفل السرير. كانت الأم تحاول البحث عن الطفلة التي اختطفت لمدة أسبوع ولم تكن تدرك أنها مدفونة أسفل السرير إلا بعد مرور أسبوع كامل. ويروي أحداث القتل بأنه كان يلعب مع هذه الطفلة وقام بضربها بعصا البيسبول، وكانت تشكو من الكثير من الآلام، وكان هذا الطفل يخشى من عقاب والده، ولهذا قام بمحاولة خنقها لجعلها تتوقف عن الصراخ، وبعد ذلك قام بإخفائها أسفل السرير حيث ظهرت رائحتها. ويقال إنه كان يمارس حياته بصورة عادية، كما أنه كان ينام على هذا السرير حتى اكتشفت والدته حقيقة الأمر، وكان المجتمع غير قادر على تصديق هذا الشيء، وتم تفسيره على أنه رد فعل لهذا الطفل الذي كان يشعر بالخوف من والده، ودافع الخوف هو الذي جعله يقوم بارتكاب هذه الجريمة، وأنه ليس بقاتل ولم يكن يقصد القيام بارتكاب هذه الجريمة بهذا الشكل. وبعد ذلك تمت معاقبته، وذلك لأنه قام بإخفاء الجثة لمدة أسبوع، وتم الحكم عليه بالسجن المؤبد مدى الحياة. أمارجيت سادا، يقال عن هذا الطفل أنه أصغر قاتل متسلسل في الهند، حيث يقال إنه أصغر قاتل عرفه العالم، وذلك لأنه قام بارتكاب هذه الجرائم وهو يبلغ من العمر 8 أعوام فقط، مما يؤكد على خطورته البالغة. كان يعيش في إحدى القرى الفقيرة في الهند، ويقال إنه كان يشكو من الفقر والجوع وصعوبة المعيشة، ويقال إن أولى الضحايا الذي قام هذا الطفل بقتلهم هو ابن عمه الذي كان يبلغ من العمر 6 أشهر فقط. وتم تفسير وفاة هذا الطفل على أنه حادث فقط، لأنه لم يكن لأي شخص أن يقتنع بأن هذا الطفل سيكون قادراً على ارتكاب هذه الجريمة في هذا السن. وبعد فترة قام بقتل أخته التي تبلغ من العمر 8 أشهر هي الأخرى، وكانت أفراد العائلة غير قادرة على تصديق ما حدث، وكانوا يشعرون بعار كبير جداً، ولكن تم التصريح عن هذا الشيء بعد أن قام هذا الطفل بفترة قصيرة بقتل ابنة الجيران التي تبلغ من العمر 8 أشهر هي الأخرى، كما أنه أخبرهم بالمكان الذي قام فيه بدفن هذه الطفلة، وهذا ما كان يجعل جميع سكان هذه القرية يشعرون بخوف كبير جدا من هذا الطفل المجرم. وبعدها تم استجواب هذا الطفل واعترف بكل الجرائم التي قام بها أمام الشرطة، وكان القانون ينص على عدم معاقبة الطفل طالما أنه أقل من 7 أعوام، أما الأطفال في العمر ما بين 7 أعوام إلى 12 عام لن يتم معاقبتهم بالسجن إلا إذا كانوا قادرين على فهم عواقب أفعالهم. وبعدها تمت معاقبته على هذه الجرائم، وكان يحاول البعض إصلاح السلوكيات النفسية التي قد أصيب بها هذا الطفل. ماري بيل، في نيوكاسل في أواخر الستينات كان اسم هذه الفتاة يثير الرعب والقلق والفزع والخوف في قلوب الكثير من الناس، وذلك بسبب أنها ارتكبت أعمالاً إجرامية خطيرة وهي لا تزال في سن الطفولة. وعندما يقوم الأطفال بارتكاب الجرائم يسعى المجتمع إلى محاولة تفسير السبب الذي جعل هذا الطفل البريء يقوم بعمل هذا الشيء الشنيع. ولدت في عام 1957،
في ظروف عائلية مضطربة للغاية، كما أنها تعرضت إلى الكثير من الإهمال والإساءة في المعاملة وهي صغيرة السن. ويقال إن هذه الأشياء التي قامت بها هي من المسببات التي جعلتها تتعرض إلى هذا الشيء في المستقبل. ويقال إنها عندما كانت تبلغ من العمر 11 عاماً وقامت بارتكاب جريمة قتل، وقامت بقتل طفلين في إحدى الضواحي في مدينة نيوكاسل، حيث تم اكتشاف جثة الطفلة عمرها 4 أعوام، وبعدها تم اكتشاف جثة طفل عمره 3 أعوام. وهذا ما جعل الشرطة تندهش والأهالي يصابون بخوف كبير. وتشير الأبحاث إلى أنه تعرض هذا الطفل إلى الكثير من الأعمال الوحشية والعنيفة، وتم تعذيبه باستخدام المقص. وبعدها تم اكتشاف أن ماري هي السبب، وهي التي قامت بعمل هذه الجريمة البشعة. وقد تأكد الكثير من الأطباء النفسانيين أنها مصابة بمرض نفسي بسبب السلوكيات الخاطئة التي تعرضت لها وهي صغيرة، حيث يقال إنها كانت تعشق إيذاء الناس وجعلهم يشعرون بالكثير من الآلام. ولهذا تم إرسال هذه الفتاة إلى الإصلاحية على أمل محاولة إصلاح سلوكياتها مرة أخرى من جديد بدلاً من معاقبتها فقط. جاسمين ريتشاردسون. في عام 2006 في بلدة ميديسن هات في كندا، كانت هذه الفتاة البالغة من العمر 12 عاماً تتعاون مع هذا الشاب البالغ من العمر 23 عاماً في تنفيذ جريمة القتل للقضاء على أفراد عائلتها، وذلك لاستكمال مسيرة الحب والعلاقة بينهما، حيث كانت أفراد العائلة ترى أن هذا الشاب غير مناسب لابنتهما، وذلك لفارق السن الكبير، كما أنه كان أسلوبه مختلف للغاية عنها، كما أن والدها كان يشعر بغضب شديد جدا، وذلك بسبب هذه العلاقة. وهذا ما كان يجعل جاسمين تحاول منع أي شيء يمنعها عن إقامة علاقة مع هذا الشاب. ويقال أنه في إبريل من عام 2006 استطاعت الشرطة العثور على والدي جاسمين مقتولين في المنزل، وذلك بعد أن تعرضوا إلى الكثير من أعمال العنف. كما أن أخاها الذي يبلغ من العمر 8 أعوام اكتشفوا أنه تعرض إلى الوفاة في السرير الخاص به، وكانوا يعتقدون أن جاسمين تعرضت إلى الاختطاف وأنها كانت ضحية ضمن سلسلة من الجرائم التي تم ارتكابها في هذا المنزل. ولكن بعد البحث والتدقيق تم اكتشاف حقيقة الأمر، واتضح أن هذه الفتاة وعشيقها هم اللذين قاموا بارتكاب هذه الجريمة، وتم معاقبتهم وحبسهم في السجن. لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلك كل ما هو جديد. إلى اللقاء.